بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آخر ما تحدثنا عنه ولخصناه بالفعل من شرح البيتين التاليين من منظومة المباحث الأصلية لابن البنا السرقسطي وليس ابن البنا المراكشي. لم يتصل بالعالم الروحاني من عمره على الفضول عاني، ليس يرى من المعاني أو يرى ممكن ليس يرى من المعاني داني، يعني لن تجده قريبا. عندهم حاجة اسمها الأواني والمعاني، الأواني الجسم والمعاني النفس أو القلب أو الروح، ليس بالمعنى السيء اللي هو الشهوات أو القرآن ربطها باللعب واللهو، دي النفس الشريرة، لكن النفس المطمئنة وكمان النفس اللوامة مستوى آخر، النفس المهذبة وتذكر أحيانا مرادفة للقلب واللب والسر والفؤاد. اقرأ مرة أخرى من جديد واقرأ الفتحة للشيخ أول من تكلم عن الحكيم الترمذي فضيلة الشيخ عبد الفتاح بركة، ثم تبعه آخرون في مصر وغيرها، ومنهم واحد في دار علوم اسمه الدكتور حامد طاهر كان نائب لرئيس جامعة القاهرة وتلميذ لي في الأصل، ودرس في إحدى مدن فرنسا الشمالية الحكيم الترمذي، وفيما بينه وبين الشيخ بركة رحمه الله، وكان من بركة هذا المكان ويمر علينا في كل درس ويذهب إلى حلقته الشيخ الفتاح بركة، وأول من تناول الحكيم الترمذي بالدراسة في مصر على الأقل أو العالم العربي، لكن فيما بينه وبين حامد طاهر كان الشيخ محمد إبراهيم الجيوشي، وقد نال الدكتوراه من جامعة لندن في الحكيم الترمذي، وكتب رسالة بالإنجليزية لا أدري هل ترجمها أو لا، وأما حامد فكتب بالفرنسية وأيضا لعلها لم تترجم كاملة على الأقل، ضمن بعض محتوياتها في كتبه العربية. وأحسن من تكلم عن النفس أو عن إن شئت الملكات العقلية والروحية للإنسان، بادئا بالصدر وهو عنوان على المدركات الحسية، الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة، كل أولئك اسم الصدر بلغة القرآن، اقرأ إن شئت سورة الإسراء، وهي ما تناوله الحكيم الترمذي بالبيان. وبعد الصدر يكون القلب وهو واسطة يتلقى المدركات والمعاني التي أصلها حسي في الصدر ويخلطها بما يأتي من الداخل أو ينبع من النفس والروح، الاسم القلب، وهو أيضا مصطلح قرآني. ثم بعد ذلك الفؤاد،
ثم بعد ذلك اللب، ثم بعد ذلك السر، ثم سر السر. وقد تحدثنا في ذلك من قبل، إنما هي دي الملكات العقلية والروحية أو الأدوات المعرفية في الكيان الإنساني حسب القرآن الكريم بشرح أو تأويل الشيخ الحكيم الترمذي، أول من تكلم عن العقل في التراث الإسلامي فيما نعلم. ثم وليه الحارث المحاسبي، وأعجب أن من تكلموا عن العقل هم الصوفية، وهذا ينسخ أحكاما كثيرة أنهم أعداء العقل. هم ليسوا أعداء العقل ولكن لا يكتفون بالعقل، ولا يقولون بما يضاد العقل ولكن بما هو أعلى من العقل، ما وراء العقل، وهي ما ذكرناه من الفؤاد واللب والسر والسر أو الروح وجلعب. ماشي ولا مش ماشي؟ فالعالم الروحاني غير العالم الجسماني، وإنما متلبسين في بعض بطريقة ما نعرفهاش. الذي خلقه فسواه فعدله، وللإمام الغزالي كلام خاص عن التسوية والعدل أو التعديل، فعدلك أو فعدلك حسب القراءات. فالذي يقضي عمره في خدمة الجانب الجسماني يعاني ويتعب ويتألم، لأنه يظل مشتاقا إلى شيء آخر لا يعرفه ولا وليس من أهله. ويؤكد هذا المعنى فيقول: ولن تجده إن كان من أهل هذا الكيان الجسماني من المعاني داني، لم تجده قريبا من تلك المعاني الروحية التي يتحدث عنها الصوفية. لأن اللي قبل كده على طول كما قلنا المعنيين اللذين تكلم فيهما اثنين ذكرهم هناك الشيخ العز بن عبد السلام في مش عارف في حل الرموز وفتح الكنوز ولا حاجه زي كده، وكان مشكوكا في نسبته اليه، لكن لما واحد بوزن الشيخ الحسني يثبت هذه النسبه فاظن يبقى. وقلت لكم انها نشرت في سلسله حاجات في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي بمحمد عبد الله إيه؟ بقيت اسمه مش عناد، وهو أقل منه شأنا، هو ليس من أهل العلم وإنما هو من الناشرين والصحافيين، وانتشر بسبب كلام ما أعرف الشيخ ده. وكان يعادي الشيخ عبد الحليم محمود ويقع فيه وهو لا يبلغ عشر معشاره، ولكن على كل حال نشر هذه وعليها شرح او تعليقات لشيخنا الرجل الفاضل العالم الشيخ سليمان دنيا، لفتح الكنوز لها وحل الرموز. فهنا نقل عنها شرحا للأبيات المتعلقة بالكيان الجسماني والكيان الروحاني للإنسان.
وأيضا نقل عن من ثاني الشيخ أبي الحسن الشاذولي، وقال كلام معناه البيت التالي: الذي يقضي عمره يعاني خدمة الجسم المادي من الكيان الإنساني يتعب ويصلش الحال، ولن تجده أبدا من المعاني دانيا، هو مفعول تجد، لكن حذف النص لداعية الشعر قافية داني، القصيدة كلها ليس يرى، لم تجده، الرؤية مش بصرية، الرؤية العلمية، لم تجده أبدا قريبا من عالم المعاني الروحية دانيا إليها. ماشي، من هو ذا؟ من قلبه في عالم الأبدان، مع أن القلب ده قلت لكم هو الوسط، همزة الوسط بين الجوانب الحسية والجوانب النابعة من الذات الروحي. وعشان كده قلة تسمية هنا ملحوظ فيها الناحية اللفظية قلب، لأن في وجه كده إلى الدنيا المادية ووجه إلى العالم الروحاني أو عالم المعاني لا عالم الأواني. والكلام ده موجود في الصلاة، صلاة الفتح أو الفاتح كما يسميها النقشبندي: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم، من يوم إذا أضيف المصدر المجهول إلى جملة معرب أولها، يأخذ الفاتحة البنائية، من يوم خلقت الدنيا، ويخاطب ربه، إلى يوم القيامة، يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة مضروبة في كل عدد، ما فيش حاجة أوسع من كده في الكون، لأنهم يقولون إن العلم أوسع الحضارات، لأن العلم يحتوي ما كان وما سيكون وما لن يكون، لو كان كيف يكون، فيعني حاجة ما فيش أوسع من كده، مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد. الحمد لله وحده، هذه صيغة الفاتح، والتي واللي يروح حيث الزاوية الرئيسية للسنة النقشبندية في القاهرة، التي أرجو أن يجمع الله عليها تلك الفئة المنفردة، مش هقول المنشقة، الموجودة في مباب التيجانية، التيجانية دون مش نقشبندية، دون التيجانية، الشيخ التيجاني للصلاة، ولكن أنا أخذتها عن شيخ في جامبيا في غرب أفريقيا، تيجاني يعني، ومن تلاميذ الشيخ محمد حافظ التيجاني أو من أصحابه، ومات ولده الذي
يخلفها على الطريق هناك في هذا القطب الناطق بالإنجليزية في وسط السنغال الناطق بالفرنسية للأسف. وأما القائم عليها الآن فرجل تخرج من جامعة عين شمس هنا في القاهرة ونال الدكتوراه في التاريخ الإسلامي اسمه الدكتور عمر جاه. ولم يرى من المعاني دانيا أو قريبا مهتما من أنفق عمره في خدمة المادة والأواني والجانب الجسماني، وهو ما قاله في البيتين السابقين تأكيدا له. وده البيت 30، لن يرى من المعاني دانية داني. ثم قال وينبه على أنه فعلا تأكيد لما سبق وتفسير له. والبيت الآخر آخر الأخراني كما يقول المصريون، مش الآخر، الآخر الأخير لو نمرة 30 تفسير لما ذكره هنا أو هناك يعني قبل كده على طول بقوله ومن هنا يبتدأ الطلوع، لأن الإنسان فيه الجانبان الروحاني والجسماني، والجسماني يشبه غطاء المرآة الأسود من الخلف الذي يعكس الصور، فإن الجسم الذي يخلو من هذا الغطاء الخلفي الأسود أو الداكن يدخله النور ويخرج منه، ومن هذا الملك نفسه الملائكة، لكن الذي يدخل في النور ويستبقي ذلك في نفسه ولا ينقصه إلا أمران زي القمر الصناعي اللي في المعادن الجديدة، دقة التوجيه إلى المطلوب اللي بيسميه أحمد بن زروق القصد، التصوف بكلمة واحدة تصحيح القصد إلى الله، وحاجة كمان وهي التصفية، لأن الزجاجة لازم توجهها وتكون خالية من الصدأ، هنا تعكس الصوت، ومن هنا يبتدأ الطلوع. من غير كده ما فيش عروج، والملك يعرج ليه؟ ما هو طالع نازل في لحظة ولا ايه؟ لكن الذي يعاني حتى يتم له العروج هو هذا الإنسان المكمل. وبيقولوا إن واحد موسيقار فرنساوي كان صديقا للشيخ محمد حميد الله، كلمتكم عنه قبل كده، كان ممثل لبلده حيدر أباد الدكن الهند، وهي دولة مستقلة مسلمة في الأمم المتحدة، ولما اكتسحت الهند هذه ونسخت الدولة وتغلب الاتجاه اليميني كما يسمى في الهند المنافي للديمقراطية والقوانين وكله، ذهب إلى باريس وأقام على نفقته شخصية في أوضة على سطح منزل في باريس الشيخ محمد حميد الله. وأنا قلت له يا شيخ خليك معايا على الخط زي الشيخ علي شمس الدين، فين هو؟
الموسيقار. الموسيقار كان يسمع الشيخ محمد حميد الله وآيات القرآن، فلما سمع الانفطار، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت عملت نفس ما أحضرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وهو قال له لا بعديك مش ماشية مع الوازن، لأنه بأي صورة ما شاء ركبك. الشيخ حميد الله قال له هناك قراءة، خلقك فعدلك فأسلم الله. والناس دول لما بيحصل على الدليل على طول، مش زي حالتنا يعني كده وكده ويلعب شوية ويتلجلج أحيانا ويصدق أحيانا، فأسلم فورا. ناس يقول لك ده الناس اللي فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، إيمان علمي، لأن هم أعلى مرتبة في العلماء عندئذ. يقول لك هم ما شافوش إلا حالة واحدة بس في يوم الزينة، ألقى بالعصا فابتلعت وأخرج يده بيضاء النظرين، لكن بنو إسرائيل شافوا ما شافوا من آيات الله طعاما وشرابا وإقامة ورعاية، ومع ذلك عبدوا العجل. لكن الناس دول أسلموا إسلام العلماء. يقول لك الهداية خير من الدلالة، يعني الشغل شغل ربنا. المعتزلة ما يسلموش بإيديهم حرين، لن يرى من المعاني داني من عمره على المدى الجسماني ولا ايه. بس فيقول لك ان الهداية احسن احيانا من الدلالة، والدلالة مع الهداية حسبك بهما. ليس يرى من المعاني داني من قلبه في عالم الأبدان. هو ذا كلام الإمام أبي الحسن الشاذلي. وأنا قلت لكم قصة بس ما كملتهاش المرة اللي فاتت، أنه ذهب إلى المنصورة هو والعز بن عبد السلام، وروى هذه القصة الشيخ عبد الحليم محمود في كتاب من كتبه، مش عارف هو المدرسة الشاذلية الحديثة اللي هو له أكثر من كتاب عن الشاذلية. فقال إن الشيخ داو راح مع الشيخ العز يوم أن أشر المصريون ملك فرنسا الذي يقول يسمونه القديس لويس التاسع، وله قديس ولا حاجة، هو بلطجي. وهو ذا اللي حبس في دار ابن لقمان، وهددهم شاعر وقال دار ابن لقمان لسه موجودة على حالها والقيد باخن، يعني الحتة اللي حبسناك وقيدناك فيها لسه موجود. كلام هل يقول هذا المسلم اليوم في مواجهة؟ والله هم بدأ ربنا ينفخ فيهم كده نفخة صغيرة، فقالوا نحن لا نقبل الإملاءات، وقد قبلوها مرارا. ولكن كويس أهو. والنهاردة قرأت في البدع مصر يقف إلى جوار السعودية في ردها على شوف الكلام. طبعا نتفهم من كلامك أنا أقصد، لكن
الشعر المصري، ولا على باله بايدن ولا ترامب ولا خلافه. حضرة الترامب ده البغل الأسترالي يقول أنا أصلح رئيسا لوزراء إسرائيل. شوف هي بنتهم الشرعية أو غير الشرعية، حطوها هنا اهو لوظيفة. وقال قائلهم عن عبد الفقير في الجزء الثالث من الدواوين، مش عارف ايه يعني، جاء الى المنطقة وجاء كلام عن اسرائيل. الشيخ قال لي شنو؟ سلمت ثلاث قصائد وقلت له دخلهم في الديوان الثالث ويا ريت يصدر، بقاله أكثر من ست شهور في يد الناشر أو الطابع. شوف يا سيدي، من قلبه يعني حتى الجوانب النص نص اللي فيه اللي هو القلب ده لم نكمل قصة أبي الحسن الشاذلي. أيوه، فالشاذلي كان يجلس مع العلماء ويتكلم، فيقول العز بن عبد السلام استمعوا إليه، هذا كلام قريب العهد بربه. يعني لو واحد بيمد ايده في جنبه كده تخرج بيضاء من غيره، بيجيب كده من فوق، هذا كلام قريب العهد بربه، كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتلقى القطرة حين المطر ويقول إنها قريبة العهد لربنا. الحاجة زي ما بيقولوا الطازة، حاجة طازة، عارف طازة؟ طازة دي يعني إيه؟ عارف التازي؟ شيخ التازي؟ وطازة المصريين يستخدموا طازة بمعنى احتياجات الستات دول، احتياجات الخيوط الملونة طازة، محل طازة يعني خردوات خاصة بال الخردوات، ما تعرفش انت تبقى اشرح. لكن هي طازج، وطازة يعني الحاجة اللي لسه ايه، لسه ما تزال على براءتها الأصلية. طازة. وقبيلة قبيلة لا تقول البربرية، وإنما قبيلة الأمازيغية اسمها طاز، وإليها ينسب الشيخ التازي. وأنا أدعو لكل اللي هو الشيخ بن شريفة والتازي، والاثنين من أشراف المغرب. انتقل إلى رحمة الله، وكان عضوين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. فهذه القسم استمعوا إلى هذا الرجل، فذلك كلام قديم العهد برب المصطفى، يستقبل القطر لسه طازه، ويستقبل البواكير يعني أول ما يأتي من الفاكهة في أول الموسم كما يقول المصريون. وشوف بقى، شوف بقى الوعي التلقائي للنبوة، ويعطيها لأصغر من في مجلسه، يعني للطازة برضه اللي لسه قريب العهد برب، ياخدها ويشكر الله ويديها لأصغر طفل. كل ذلك حاجات ما كده لكن مقصودة.
بس إنما إحنا بنتصرف ولا أي حال، زي ما تيجي تيجي كله ماشي. والبيت الآخر تفسير لما ذكره هنا يعني هناك، وأحسبها كذلك في الأرض بقوله ومن هنا يبتدأ الطلوع، لأن دي الأبيات اللي قبل كده أنت ذكرت. وليه من هنا؟ عشان الوش بتاع المراية والظهر الأسود اللي بيعكس، مش يقول لك في مصر للوش مراية وفي الأفة سلاية، وكل ذلك كلام فصيح. السلاية فصيح، وأبو السيدة نفيسة موجود في شارع الذي يصل ما بين مسجد الزعيم المصري ده في ميدان التحرير، اسمه ايه؟ اسمع بقى على طول تجاوب، اللي هو الشيخ عمر مكرم. عمر مكرم يا الشارع اللي ياخذ منه على طول ويوصل لغايه عبدين، ويخترق شارع عماد الدين ويمشي لغايه ما يوصل لغايه شارع بورسعيد او شارع الخليج المصري، خليج امير المؤمنين كما اسماه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مصر. اسمه شارع ايه؟ اسمه ايه شارع ده؟ يا اهل القاهره هتقول لي انا من الاقصر لكن أقمت في القاهرة 5 سنين على الأقل. أخذنا وجمعة صلاة شارع الشيخ رحان. الشيخ رحان من عمر مكرم لحال خليج أمير المؤمنين أو شارع بورسعيد. فهذا الشارع قبل أن تصل إلى مسجد الشيخ عماد الدين نفسه اللي سمي باسمه الشارع الشهير، وهو من أشهر شوارع القاهرة، لسه اسمه عماد الدين برضه ولا غيروه؟ أنا كنت أصلي في جامع الشيخ عماد الدين ده الجمعة سنة 1946 و45، حاجات فلكية. ولكن قبل ما توصل يعني وانت جاي من عمر مكرم، مش بعد، جاي منه قبل أن تصل إلى الشيخ عماد الدين بنحو 200 متر، الشيخ حسن الأنور والد السيدة نفيسة. ما فيش أهم من كده في القاهرة إلا الصحابة، ومنهم من هو قريب من قبر الإمام الشافعي بجوار حافظ الدنيا ابن حجر. هناك مكان كان فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن يكونوا أزالوها وبنوا مكانها بيت ولا، وهذا حدث ويحدث في القاهرة، وإنه في شارع الإمام العراقي أو حارث العراقي نسخ قبر العراقي نفسه وبني مكان عمارة، واحد بلطاجي من بلاطجة القاهرة. طب وأنا مالي من الكلام ده، إحنا في إيه ولا في إيه؟ ثم بدأ بعد ذلك بيت الثلاثين يقول 31 و 31، هنا في لخبطة في الترتيب بقى من أول، هنا يبتدأ الفساد. هذه أبيات ستأتي، هو يشير إليها فقط. هذه أبيات ستأتي بعد.
ويأتي زيادة بيان وتوضيح عند شرحها إن شاء الله، والله تعالى أعلم. ثم بين كيف كان اتصال الروح بالحضرة، العلوية، عالم الجلال أو عالم الجبروت، عالم الملكوت أولا ثم عالم الجبروت. يقول: فلم تزل كل نفوس الأحياء، يعني الأحياء، لم تزل كل نفوس الأحياء علامة، ربنا الكلم، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني كان عارف حاجات كتير. وهكذا كنا، ثم الانشغال بالعالم الجسماني هو الذي غطى على هذه العلوم، لكن ظلت علامة دراكة، إدراك والفهم. لم تزل هذه النفس علامة دراكة للأشياء، يعني لكل أسماء كلها. تأمل، ولذلك لما أوقفه بين يديه وقال له يسمو يوم ألست بربكم؟ قالوا بلى. متعلم ايه؟ البني آدم متعلم ومتربي، بس يزوغ ساعات. ولم تزل كل نفوس الأحياء، الأحياء عشان الوزن، يعني قصر الممدود وحذف الهمزة من أجل القافية، الأحياء مش الأحياء، علامة دراكة، صيغة مبالغة، يعني كثيرة العلم والإدراك، الإدراك والفهم والوعي، ويشمل الإدراك الحسي زي الإدراك البصري، والإدراك بالمعنى الآخر العقل. دراكة للأشياء، يعني لكل الأشياء، يعني كل الأسماء. وإنما تعوقها الأبدان، أو هنا بقى بيقول لك إن الجانب الحسي من ابن آدم، أو الجانب الجسماني، أو الأواني، دي تمثل أحيانا حجابا حاجزا بين النفس وبين علومها الأصلية. ماشي واضح؟ وإنما تعوقها، يعني تعوق النفس عن علومها وإدراكاتها القديمة الملازمة لها، تغشي عليها وتنسيها، وما أنسانيه إلا الشيطان. إهمال يعوق الأبدان، الجانب الحسي والجسمي من الإنسان. ولعلمك ما فيش فاصل، يعني ما فيش ازدواجية ولا اثنينية، لأنه متلبسان على نحو يعلمه خالقه، اللي هو ده سماء التسوية، أو هو ده اللي عجب الموسيقار الفرنساوي، طريقة ما نعرفهاش. وإنما تعوقها الأبدان والأنفس النزع، نزع فعل جامع نازع، ينزع إلى الشيء، يعني يبغيه ويقصده ويتجه إليه. فالنفوس النزاعة إلى، أو الميالة إلى الجانب المادي، هي دي اللي بتغطي. وهنا النفس بالمعنى بقى سيء عند الصوفية: وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة. شوف الصيغ زي دراكة وعلام،
وأمار، يعني بيستخدم صيغة المبالغة، لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وإنما تعوقها الأبدان والأنفس النزع، فعل جمع فاعل نزع، نزع ونزع بالعين أو بالغين سيدي؟ نزغ نزغ أم بالعين؟ والله يصح الاثنين، والفيصل في المخطوطة، ممكن النزغ ويبقى معناها المضللة، ينزغ من نزغ الشيطان، إنما ينزع يعني يقصد، فهل هي نزع أو نزغ؟ أنا أقرأ الاثنين حتى يأتي الشيخ هاني بالمخطوطة من دار الكتب. يا رجل اسمه بهبوط وعلي التكليف. والأنفس النزاغ عشان خاطرك، هو الشيطان وعطف الشيطان يرجح انها بالغين، يعني النفوس المضللة، والتي من القرآن قال كده: وما أنساني إلا الشيطان. فاللي بينسي، ولكن ينسي النفوس الضالة أو المضللة، ما أنا الشيطان نزغر، فاستعذ بالله. النزغ والشيطان، فكل من أذاقهم جهاده، الذي يذيق النفس مرارة الجهاد والجهد والاجتهاد والمجاهدة. الغريب إنها مادة واحدة جيم هدا، منها الجهاد الكفاح، والأقرب إلى الكفاح المادي بالسلاح أو بالبدن، والاجتهاد وهو الكفاح العلمي بالإبداع والاجتهاد والعلم، والمجاهدة اللي هي بقى الجهاد الروحي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، دول أهل المجاهدة اللي يحتاجوا المسلمين، هو في الجهد والاجتهاد والمجاهدة والجهاد. فكل من أذاقهم، هي استخدم الميم والمفروض النون، أذاقهن يعني أذاق النفوس النزر، النفوس الميالة للدنيا، لأن النزغ فيها نيل وانحراف. من يمسك الآية في الصلة أظن، والآية الثانية إذا مسه الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون. فاللي يذيقهن، لأن كل ما ليس عاقلا يعامل معاملة الضمير المؤنث، يعود الضمير عليه بي مش بالميم، بالنون. من أذاق هذه الأشياء السلفة، وخصوصا النفوس منحرفة، أذاقهن الجهاد، لأن المجاهدة دي، الجهاد بالمعنى الروحي، المجاهدة ما هي سهل، لذلك عبر بالذوق، لأن يذيقه مرارة المجاهدة أو حلاوتها بالنسبة
لمن استمرأوا ذلك وتذوقوا وأصبحوا يتلذذون به. مرارة حلاوة حسب المقام أذاقهم أذاقهن أي النفوس المائلة أذاقهم الجهاد جهادهم لها لهن وهي المجاهدة أظهر أبدى وكشف لأن جناحها ما بيحبوهاش ولا تكون إلا رغما عنهم ولحكمة يريدها الله إنه واحد عايز يقول أشوف اللي بيخلقوا العادات دول أشوف الناس الذين يرون ما لا يراه الآخرون ويكشفون عن المستقبل ويقرؤون ما بالنفوس. أظن حكيت لكم المرة اللي فاتت الراجل صاحب كتاب عصر الألف اللي راح عند جبل اللوكان قرب اللاذقية وقال أنت لما أشقل عليه قال له أعد أنا لم تجوع إلا ليلتين قالت كل اللي حصل انك فقدت الطعام يومين وانت تتعبني معك ليه؟ اعذنا ولما اذا جاءنا شيء اعطيناه يعني يقرا هم بيقولوا كذا ان الناس دول يشوفوا هنا بين الحاجب والعين مكتوب هنا كلام سمعت بعضهم يقول هذا انا مش عارف أنا بشرح الكلام لغة واصطلاحا على الطريقة الأزهرية وبس لكن عندهم هم المكاشف ده بوسائل كثيرة منها أنه يقرأ هنا كلام مكتوب كل من أذاق النفوس حلاوة أو مرارة المجاهدة أظهر للقاعدين ممن لم يسلكوا ولم يجاهدوا ولم ولكن يتشوفون إلى رؤية آيات الله وخوارق العادات المسمى بالكرامات لأن الكرامة كالمعجزة خارقة للعادة لكن دوك تظهر على النبي يدعي نبوة فيصدقه الله كأنه يقول هذا سفيري إليكم فإذا قال فصدقوه وأمنوا به لكن الولي إذا ما ظهر ذلك على يديه دون قصد منه فلحكمة يراها الله عشان الناس عايزة تؤمن بأن فعلا في خرق للعادة ولا يأتي إلا لمن خرق عادة نفسه وجاهد نفسه بتشرب سجاير إذا بطلتها ربنا هيوريك حاجات بتقطع الرحم إذا وصلت هيوريك حاجات إذا خرقت العادة من أجل عاداتك سيئة سيخرق لك العادة الكونية ويزرع على يديك غرائب وأمورا يعرف أهله كل من أذاقهم أو أذاقهن وإنما ذكر أو سعب من مين بسوء اقتباس الوزن جهاده أظهر للقاعد خرق العادة بس هي هنا كرامة والكرامات والمعجزات وحتى ما يحدث أحيانا على حتى لبيان فساد دعوة مما يسمى يا شيخ استدراج إهانة يعني المسح على يدي على عين الإنسان ليبرأ يريد أن يقلد المصطفى صلى الله عليه وسلم فعميت الأخرى وما أعلم ربنا خلق العادة لكي يصغر بطلان قوله ف...
سواء كان من قبيل الإهانة أو الكرامة أو المعجزة، كل أولئك خرق للعادة، والعبرة بالشروط الأخرى. أظهر للقاعد يعني، وهنا استخدم القعود مقابلة للجهاد والمجاهدة. جماعة الخوارج المجرمين دول كانوا يسموا لما بيقتلش معهم قعدة، القاعدة يعني مقابلة المجاهدين. لكن الجهاد هنا داخلي ونفسي وروحاني. وهنا شرح النزغ بالغين، النزغ اللي هو الشيطان نزغون اللي هو النخس، يعني الشيطان كأنه ماسك إبرة كده وبيلقي النفوس بطريقة خفية ما يريد من المعاني الفاسدة والشكوك الباطلة، زي ما ربنا بيقول في سورة آخر سورة في القرآن، آخر سورة في القرآن، إن ربك ذا اللي هو ملك الدنيا، مش فلان ولا علان ولا ترامب المجرم ده ولا أي حاجة، ما كان بيقول إنه ملك الدنيا، ادعى ذلك. زي صاحبنا اللي كان بيقول أنا ملك أفريقيا، ملك ملوك أفريقيا، ما تعرفوش أنت. قذافي. قذافي. فربنا يعني كل من شوف، من تواضع لله رفعه، ومن تكبر خفضه. قانون ماشي. حتى زميله بتاع العراق ربنا أبطل كلامه، ولكن احترم شوية علشان كان صادق في إجرامه بموت الناس بالمسدس بتاعه، هو مش عاجبه واحد اللي هو اسمه ايه بتاع بغداد، لكن لأنه مش بكاش ده بتاع أفريقيا أن لا إله إلا الله ولم يكمل، هو على الأقل موقف مشرف. شوف يقول لك إيه، الاعتناق يعني إنك تبقى صاحب مبدأ ولو باطل له بركة، بس إن ملوش مبدأ خالص ده الاعتناق له بركة حتى للمذهب الباطل. هكذا يقول المسكين الغلبان اللي قاعد قدامكم. بس ولا يا شيخنا، فإن كان يعتنق مبدأ صحيحا فحسبك به، ذلك هو الرجل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تعايزنا ما نقراش من علمك، هنقرا واحد ينبهنا عند اللزوم عشان بناشخنا. كلام ابن الهيثم، كلام قرانا كلام الامام الرازي لسه. انا فاهم ان الكلام ده مرينا عليه قبل. انتوا عارفين ما اسميناه بالانقلاب الهيثمي أسوة بالانقلاب، بل هو أسبق، صاحبنا الثاني جه بعده اللي هو كوبرنيكوس العالم الطبيعي الأوروبي الذي اكتشف أن الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس العكس كما تدعي الكنيسة، لأن الأرض اللي كان عليها المسيح الشمس هي اللي تلف حواليه، وأسوة العكس. وأعذب في هذا، ولكن صاحبنا كرم الذي اكتشف أن الرؤية تتحقق بشعاع يصدر من المرئي يصل إلى عين الرائي، يصل من المرئي الذي تحيط به الأضواء ويصل إلى عين الرائي ولو كان في الظلام فيدرك، وليس العكس كما زعم أرسطو شيخ علمائهم القدماء. ماشي.
فابن الهيثم عمل انقلاب في دنيا البصريات وعلم الطبيعة، وحتى صار هذه الأزلية بتقول إيه؟ أو ده اللي اسمه التوظيف المعاصر، يعني تأخذ أفكار المتكلمين القدماء وتمشيها حسب مدركات العصر الحاضر. فهي بتقول إيه؟ الجوهر الفرد، جوهر العرض، ونظرية الجوهر دي مشيت في كل حاجة، يعني هي تصور كوني للمتكلمين، لأنهم فسروا بها مش الجسم بس، إنه مجموعة جواهر اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة عشان يبقى له طول وعرض وعرض وحجم، ولا ستة عشان يبقى مكعب، إلى خلافات. فبيفسروا بها الأجسام وكل حاجة ثانية، حتى الزمان هو أيضا لحظات، كل شيء هو نبضات تأتي شيئا بعد شيء، تبدو متصلة. عرف البراد بتاع الشاي ترفعه كده وتصب، كان زمان القهاوي اللي هنا دي تشرب شاي تمام، تصب يبدو متصل، انما هو مجموع نقاط بس ورا بعضيها، فكأنها، لكن هي نقط، والزمان نقط، والمكان نقط، والأجسام نقط، جوهر فرد. فهي نظرية كونية، فهي كمان بتقول الجوهر الفرد في عصر ميكانيكا الكم، العلوم الطبيعية أنا ولا ميكانيكا الكم، علم بأسره، وده كلام جديد، لكن إيه اللي خلى المتكلمين يبنوا نظرية كاملة على أساس معلوماتهم المحدودة عند ذاك؟ وده اللي بنسميه بالتوظيف المعاصر للمعلومات القديمة. ألقيت محاضرة في العشيرة المحمدية، وحضرها زميل اللي اسمه عبد الحميد مذكور، وسجلوا يا إخواننا إن الدرس الأزهري هو الدرس التحليلي، يبدأ بالشرح اللفظي اللغوي، نحو وصرف ما يسمى الصوتيات، وبعدين تيجي الدلالة والمعاني، وبعدين تيجي التركيب والنحو، وبعدين يجي الإبداع والبلاغة، كل ده في الناحية اللفظية تحليل. وعشان كده تعمل كده في جامعة بخارى، الشيخ أحمد قال لي، أنا قلت لهم في خطبتي في كازاخستان، نحن تلاميذ آبائكم، دول أسلفنا الذين بنوا هذه العلوم، لكن هم في حكم الله كانوا يأتون إلى باكستان لا يعرف إلا إنه مسلم ولا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى حرمة الخمر لا يعرفها، وعايز يشرب خمرة في الجامعة الإسلامية ما تعلمش. وهكذا فعل الاتحاد السوفيتي لتلك البلاد، مش انتوا احسن شوي؟ وكان في ناس اذا ولد الطفل وحفظ القران ينزلوه تحت الارض عشان ويعيش سنين من عمره، يعني هم جاهدوا من اجل الحفاظ على عقيدتهم. كلام دليل، فالجالس الدليل بقى الذي في الغار، لو كانت الحكاية زي ما قال أرسطو يبقى ما يصحش إنه يشوف حد، لأنه المفروض شعاع يطلع من عينه حوالي الظلام كامل، فين أين هذا الشعاع؟ وليه ما بنشوفوش يخترق باطن الغار أو ظلام الغار عشان يصل إلى الفجوة
الباب اللي بيصله بالدنيا. قلت لكم على الحكايه دي ومحاضره افلاطون. وفي هذا الاسبوع نفسه جاءتني ترجمه زاكي نجيب محمود، وهي من احسن الترجمات. جاء رجل احسن من يترجم، لأن يدخل الإنجليزية والعربية، واللي ترجم تكون معرفته باللغة المنقول إليها أقوى من اللغة الأخرى التي ينقل عنها. خذ تجربتي أنا. وله كلام في العلم، أنه هو كان رئيس تحرير جريدة مجلة الثقافة، وله كلام في النقد الأدبي. سمعت أحد النقاد الدكتور عبد الحكيم راضي أستاذ البلاغة والنقد في آداب القاهرة يقول أروع مما كتب النقاد أنفسه زكي نجيب. بس وكان له شقيق أستاذ سدر علوم اسمه محمود محمود، ما هو زكي نجيب محمود، ذو كان اسمه الشيخ محمود محمود، وكان أستاذ اللغة الإنجليزية في دار العلوم، ولكنه بعد أن نحيل للمعاش أقام في مسجد في شبرا شارع ابن الرشيد في أوائل شبرا عند سور الظفارة، وكان يحفظ القرآن بالقراءات. شفت تلامذته يعني فيهم عرق ديني برضه، بس الناس بيفتكروا ان زكي نجيب ده كان ملحد ولا مش ملحد ولا حاجه. فقد ناقشته يومين كاملين. اسال الناس بتوع المركز الاسلامي ده اللي في الزمالك، اخفوا هذه الدواله، ضاعت وفسدت ثم طبعوا اجزاء منه. وقضيت يومين ايضا في مناقشه الشيخ الغزالي، حوار علمي، ثم زعموا أنه ضاع وفسد. ما علينا، بس قال ابن هزم لا يرى الجالس في الغار أن تضيء بالنار، يعني هو يبقى جالس في الظلمة لكن يشوف البر. ليه؟ لأن البر يحيط به النور. ما هو الشيء يا إما مضيء بذاته زي الشمس، يا إما مضيء بغيره زي القمر أو زي أنا وأنت المجال. إضاءة صناعية مضيء بغيره. وأما النور فيعرف بأنه الظاهر الذي يظهر غيره، النور نفسه. واللي يعرف سورة النور هيلاقي التعريف ده، هيلاقي التعريف دي في الآيات الوسطانية، أنا الله نوره، وبعد كده كمان يعني هو المظهر لغيره، هو ظاهر في نفسه ومظهر لغيره. آخر الربع ده والله أعلم. المستضيء يرى من في الغار الخارجة، يعني اللي برا في دنيا الناس، المستضيء الخارجة المستضيئة، لأنه هو منور بغيره. ماشي. قال ابن هزم مستدلا على أن الضوء شرط لوجود اللون، وأنا قلت لكم العبد الفقير له تجربة سميتها تجربة ال إيه يسموها، كانت بتاع نفسها الثريا اللي بيقولوا على البلدي النجفة، عارف النجفة؟ بتبقى مصابيح وحولها يعني أجزاء مدلاة من البلور، والبلور لا لون له خالص، لكن لما يتعرض للنور أو يتحرك حركة خفيفة الاتنين معا بصيله هتلاقي أخضر ساعة وأحمر وأصفر وأزرق في وقت واحد متعاقب. كل ليلة لا بشوف، وأي منكم يستطيع
أن يكرر التجربة. نعم، بس مش ده المصدر الوحيد للألوان، ده الضوء هو من بين المصادر. وكل اللي قاله ابن الهيثم انه اللون مرتبط بالضوء، وفعلا هو كده، بس له اسباب اخرى. واعمل اللي انا بقول لك عليه ده، تشوف ان هذه الدليات دي من باللون الذي لا لون له باتفاق، اذا بها احيانا خضراء واحيانا زرقاء واحيانا حمراء، وتتوالى عليها، لان الازاز ده او اللون بيحلل الضوء الى عناصره الالوان المختلفه دي. ولانه هو بيتحرك فالترددات والإشعاعات اللي تصدر من هذا تقع على عين الرأي، تبدو مرة خضراء تدركها على أنها خضراء وأحيانا حمراء حسب طول الموجة وحسب عدد تحركاتها وحسب أشياء يعرفها المختصون. ماشي الكلام؟ عشان تعرف أن المتكلمين ما كانوش بيخرفوا كده وبس، بياخدوا أحدث أفكار عصرهم. واللي عايز ايه كده تعملوا عزة رمضان بي يعرف احدث ما في عصرنا. وقلنا ده مش اشكال، يعني تقدر تعرف عن طريق احمد فؤاد باشا، اقرا الكتاب بتاعه كلمات ربي. انا قلت له تعالى، قال لي خليهم يقرا الكتاب وخلاص، لانه تعبان شويه صحيا. أنا نرى الألوان تضعف، صرح الكلام ناقص. أنا نرى حتى تأتي بالمخفض، الألوان تضعف بحسب ضعف الضوء. الارتباط واضح، ما توجد عند الضوء، وأيضا تقوى وتضعف حسب نسبة الضوء. فكلما كان الضوء أقوى كان اللون أشد، وكلما كان أضعف كان أضعف. فالشدة والضعف ده شيء يعود إلى الكيفية، وفي ناحية أخرى يعود إلى كمية الضوء، إنما هو أصلا أمر كيفي ويدرك حسيا بإيه؟ بالعين، يعني من المحسوسات المبصرة البصرية. فكل طبقة من الضوء شرط لطبقة من اللون. طبقات الإضاءة اللي بتدي الإحساس بخضرة حمراء صفراء، بالتجربة اللي قلت لك عليها بتاع الثريا المصباح متعدد المصابيح وذو القطع المتدلية من البلون، بس مش هعرفه أكتر من كده. وبعدين الانتفاء الأولى الانتفاء الثانية، تطفي النور خلاص ما فيش في اللوحة، يرجع إلى حالة الأصلية وهي أنه لا لون له، زي المية لا لون ولا طعم ولا رائحة أصلا، إنما قد يختلط أو يمتزج بشيء آخر يعطيه رائحة أو طعما. فإذا انتفى طبقات الأضواء كلها بانتفاء الضوء أصلا، انتفى أيضا طبقات الألوان. كل ده تلخيص لنظرية ابن الهيثم بأسرها. وهذا يوجب أن هذه الألوان التي هي في ضمن هذه الطبقات، أنا زودت من عندي الضوئية طبقات الضوء،
انتم معنا ولا يا شيخ الاقصر فهم كنت تتاوب ليه؟ تعبت؟ هي طبقات الاضواء فينتفي الامر المطلق ايضا. يعني ست في النور خلاص ما عادش في لا ضوء ولا لون. وقلنا هل معنى ذلك ان الكتب الموجوده في الاوضه تفقد لونها؟ لا، لان اللي على الكتاب ده مش لون بس، اللي هو مجرد لون اللي في البلور، انما ده عباره عن خليط مزيج من مسحوق احمر او بني وميه وصبغه في صبغه، انما اللون مدرك حسي بصر بس، وما لا يعترض وجدان. نعم يتنو ازرق او احمر داخل الغرفه المظلم لانه ليس مجرد لون. شوف يا سيدي سؤال من الشيخ نفسه، أليس يلزم على التسليم بقول ابن الهيثم الدور توقف وجود اللون على وجود الضوء؟ عند اللي قالوا ان ده توقف وجود الضوء على وجود اللون ووجود اللون على وجود الضوء جمع بين نظريتين، اللي بيقول كده ما بيقولش كده، وده قال بيهم فعلى وجه منفصل، انما يكون الدور اذا كان الادراكان على جهة واحدة، انما اذا كان على معاني مختلفة فلا بأس. ما أملأ الدنيا بالمتناقضات وعايشين جنب بعض متجاورات ومؤمن على كافر، يقول أنا حديث ما يستغرب له لجهالاتي، لا يخلو المؤمن من كافر يقتله ومنافق يبغضه ومسلم يحسده. فهو مسلم ولكن الإيمان والحسد موجودين الاثنين جوه. فالحسد كما قال صاحبنا يعني داء قديم في النفوس، ولقد قالت لجارات لها ذات يوم إلى آخر ما قال، وبعدين يقول حسدا حملناه من أجلها وقديما كان في الناس الحسد، يعني هو داء قديم. وهذا يجتمع فيه الحسد والإيمان. ماشي كل حاجة في الدنيا بس كل على وجهة، إنما الدور عند اتحاد الجهة بل الجهات الست. اقرأ باب التناقض في كتاب المنطق، ست حاجات لازم يتحدوا مكانا وزمانا ومعنا وكذا وكذا، ستة. عرفت أجاوب؟ والله أعلم. تمام. ولذلك قال إن رمي الإمام الرازي للفلاسفة بالتناقض تحكم، وهو عايز يغلصهم وخلاص، وساعات يفسر كلامهم على نحو مش ولا بد عشان يبعد فينتقدوه، ودي مش طريقة سليمة. وهذا ما قاله الآمدي سيف الدين، وقاله واحد شيعي اسمه نصير الدين طوسي في شرحهما على إشارة التنبيهات ابن سينا. هو الإمام صحيح الرازي لكن يخطئ ويصيب، مش نمشي وراء مضي العيون. ماشي. في القرآن التقليد وحش، احذر بس يا شيخ. فين يا سيدي؟ فين يا سيدي؟ وبعدين يوجد اللون المطلق في ضمنها قال، أي ابن هيثم كتبتها بين السطور عشان تعرف من القائل. قال أي ابن الهيثم
ويحدث منه أو يحدث منه أي العارف، وكلمة الحدث معناها الإدراك السريع أو الانتقال من المقدمات إلى من الدعوة إلى النتيجة من غير مرور بالمقدمات والأدلة، وإنما يقوى على ذلك الخبراء. لما تروح لواحد في البنك وتقول له الجنيه ده مغشوش ولا مضروب ولا سليم، يقول لك لا لا كويس. طب ليه؟ ما يقدرش يقول لك ليه، هو أدركه خلاص. إنما ليه دي في نفسه في قلب ولا يستطيع البيان. أنت فاهمني؟ أهو ده حدث. كذلك ما يفعله الصوفي، يبص لك كده يفهم كل حاجة، زي بتاع جبل لوكام ده، قال له اقعد هنا أنت جعت ليلتين، أنت تقعد مغنلي، إذا جاءنا شيء أعطيناك. حدث. وفي غير ده اسمه الحدث العلمي، يعني ما هو العلم يعني تلم شوية ظواهر وتوصل لنتيجة أو قانون. ما فيش واحد بيلم كل الظواهر اللي في العالم، ضروري هيفوتوا شيء، فهو اسمه استقراء ناقص. وحتى لو تتبعت الدنيا كلها وعرفت كل حاجة، ماذا عن الظواهر في المستقبل؟ ما يمكن يحصل حاجة غير متوقعة. أتفهمني؟ العلم يقضي عن هذا، ولكن يكتفي بمجموعة من الظواهر الكافية للإقناع ويطلع ويوصل للنتيجة. اسمه الحدث العلمي، لأنه برضه فيه انتقال من الدعوة إلى النتيجة بمجموعة محدودة من الظواهر. وأول من قال هذا الكلام الإمام الغزالي، وأحدث من قلت لكم الكلام ده من قبل، حصل يحيى هويدي، أستاذ عظيم اسمه الدكتور يحيى هويدي، مات وكان شيخنا وكان عميد لكلية الآداب، عشان أخوه كان رئيس مخابرات، ولما نزل أخوه عن كرسي المخابرات شالوه من العمادة فمرض رحمه الله. كلام فارغ يعني، لكن حاصل من أدعياء العقل والعلم والمعرفة والحرية في كلية الآداب. لكن لما أخوه نزل دكتور يحيى هويدي، كان له أخ وزير الدفاع في عهد عبد الناصر، وكان رجلا وطنيا عظيما، مش لانه معامل النصر ما بنحبش صاحبنا ولا رجالته، لكن هو ذا كان كويس. واما الشيخ يحيى هويدي فتعلم في بريطانيا، تعلم كويس، وكان في الحقيقه نعارضه فيتحمل، وهو احد من ناقشوني في الماجستير، هو إبراهيم بيومي مذكور. عارفين إبراهيم بيومي مذكور؟ مات عن 96 عام أو 94 عام 96، وكان وزيرا قبل ثورة عبد الناصر أول الخمسينات كم يوم كده. هل شيخ إبراهيم بيومي مذكور؟ لا، ما دام بتاع أصول الدين لازم تعرف، وله أعمال كثيرة ولكن المؤلفات محدودة، وله كتاب واحد أصدر الجزء الأول عام 1946 والجزء الثاني عام 1976 أو 75 بينهما، بعنوان منهج وتطبيقه في الفلسفة الإسلامية، جزء أول وجزء ثاني. لكن من أروع ما كتب في الفلسفة الإسلامية، ما يقول لك هل يجوز للصوفي أن يمد يده سائلا العطاء؟ هل يجوز له الشحاتة؟ الشحاذة، كتبت فصلا عن فنون الشحاذة في حياتي في حكاياتي.
وذكرت أشياء كثيرة لا يعرفها أهل العصر الحالي كانت في أيامنا، منها الأرادات. في أرادات اليمني يمر على البيوت ويوريهم القرد وهو بيلعب ويتكسب، ومنها حاجات كتير ثانية. يا سيدي عرفت بقى الحس؟ حس روحاني عند الصوفية، وحس علمي عند العلماء، وحكم كله حس. يحدث منه يعني يدرك على سبيل الحس العلمي انتفاء اللون مطلقا، فاعترف بأن ما ذكره محتاج إلى الحس. لكن الحس ده زي ما قلت لك تروح لبتاع البنك، طب ليه يا مغشوشة؟ ما يقدرش يقول لك ليه، لكن هو صحيح كلامه، صحيح كخبير. يقول الحس ليس برهانا على الغيب لأنه مدرك داخلي لا يستطيع بيانه، فهو حجة في حق صاحبه وليس حجة على الغيب. واضح الكلام؟ عشان هو لو سألته ما يقدرش يقول ليه. الخبير ده بتاع العملة، هو كده دي مضروبة ودي سليم. وقالوا انه ليس حجة على الغير. سيدنا معنا يا شيخنا؟ سيدنا مراتب جلاء واخفاء بحسب شدة الأضواء، واعرف المتكلمين يتحدثون عما يسمى. اقرأ اقرأ إن شئت شرح النسفية، تجد الشدة والعدة والمدة. الشدة كيفية والعدة كمية، والثالثة مدة. المدة واضح إنها زمنية، مدة وقت. شدة ومدة وعدة تكلموا فيها، خصوصا شرح النسفية. شرح اسمه على النسفي شيخ سعد الدين التفتزان. السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله. دراسة العلم الشرعي، ولكنه أحاول أن تتعتع. كلنا بنتتعتع، من ما بتتعتعش؟ بس المهم ألا يتجعجع. الجعجاع والمدعي، إنما المتتعتع المسكين كلنا نتتعتع. نتتعتع في وسط أبواب الفتن المفتوحة من كل جانب. حماكم الله. طب وانت أنت لسه شفت حاجة؟ الفتن دي كتبها الله، كل واحد ياخذ حظه منها. لا مناص، بس اللي عندي اللي أقول. المهم استعد لها حتى تلقى السهم، ولك يعني ما تدلئ به. يقول لك ايه؟ جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. رماح يعني فاتخذ رماحا او على الاقل حجابا تدرئ به من الفتن. وقال الله اياه، لكن لو كتب عليك هتشوفها. لا قبل ساوي الى الجبل، لا عاصمه من امر الله اليوم وغير اليوم كمان، لا عاصمه دوله من الله إلا قدره وعطفه ورحمته. لكن الصالحين ابتلوا بالفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يحصل. يا شيخنا يأس نفسك من أحيائي، ما فيش. هو كده. ولقد فتن الذين من قبل
ولقد فتنا ورؤيا المفتون وشفنا المفتونين ولست في باب الفتن حماك الله باب واسع. حتى وإن كان المحتوى متقدما لكني أحاوله وهذا بنقوله ولا متقدم ولا حاجة شوية حاجات بس ما عادش لها يقول لك إيه عبد العزيز جعلت بيتك قبلة للمقبلين على طويل الباع. كان ساكن في الهضبة العليا ولا الوسطى مش عارف. فلديه من علم التراث دقائق ليست تباع بدرهم أو صاع. ما فيش اللي يشتريها اليوم دي كان أصلا درهم صاع. يوصل الدين ما يروش المواقف ولا حتى شرح تعد الدين على النسفين. فلديه من علم التراث دقائق ليست تباع بدرهم أو صاع بل للمهيئ للتلقي والأذى. عرف التلقي والأذى؟ يأخذ العلم ويبلغه. بل للمؤهل للتلقي والأذى من جملة الأتباع والأشياع ورثوا هداك منهم عز به. من تلامذة الشيخ عبد العزيز سيف النصر في العلم ده هو. ورثوا هداك رجاله ونساؤهم وتميزوا كالبزل في الأيفاع. هل في البزل دول يقول لك ايه؟ يقول لك ايه الشاعر؟ وابن اللبون اذا ما لز في قرن، يعني تربط مع واحد اقوى منه. وابن اللبون اذا ما لز في قرن ايه؟ لم يستطع صولة البزل القناعيسي. بزل جمع ابزل، يعني متين وقوي وكبير ومقرب. وقنعوس بقى انا ما اعرفش، دور على القنعوس والقناعيس بنفس المعنى. لما تربط واحد غلبان ضعيف معه يتعب ويقرقروه وراهم. لم يستطع صولة البزل ورثوا هداك رجالهم ونساؤهم وتميزوا كالبزل في الأيفاع. ايه يا شيخنا، هل الحث عند الصوفية يقيني؟ لصاحبه يقيني كده لا يشك في لحظة، لكنه لا يلزم به الغير. هذه الحكاية. مش معنى انه غير ملزم للغير انه هو مشكوك فيه، لا، لانه لا يمكن بيانه للغير. حلاوة ما ذوقتهاش طول عمرك، طب هيشرح لك ازاي؟ دي عاملة زي الملبن، هو ما كانش ملبن طيب، يبقى لا يعرف الملبن ولا يعرف، فهمني؟ بس لانه لا يمكن نقل هذه المعارف للغير. فضل أن تكون ملزمة أو غير ملزمة، لكن في حقه ملزم. فما بلاش كلمة حق، بل بالنسبة لهم يقينية وينبني عليه عمل. أم مش عارف اسأليهم هم، ليش عرفني؟ لا، ما انت شفته اللي قاعد يبتين إن شاء الله إذا جاءنا شيء أطعمناه. كويس اليوم تحركتوا وتكتبوا أسئلة وكأن الكاتب واحد خط حلو.
يقول لك طبيب يداوي والطبيب مريض. وأنا قلت لكم الأسبوع الماضي أن توجيه النصائح مرض من أمراض المهنة للمعلمين، يوجه نصائح يمينا وشمالا وهو أحوج الناس إليه. تستنصحني هي، وأسأل الله لا أملك لك إلا الدعاء وبس. طب وده قالنا قبل كده؟ فتح حجازي الله. القتل الأحمر، الموت الأحمر هو حق اليقين. فراشة التي تحترق من المصباح، هي تشوف وده الرؤية من بعيد، وتروح تلف حوالين المصباح وده تحس حرارته لسه لم تتحد به. الأولاني عين اليقين، والثاني آسف الأولاني عينه شايف من بعيد. يا شيخنا علم وعين وحق، علم اليقين الرؤية من بعيد، وعين اليقين اللي هو يشعر بالحرارة حول المه. وإذا اقتحم وماتت الفراشة دخلت فيه حق اليقين عند دخولك الجنة. هتشك في أن هنا وربنا بيقول لك أهو: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو. أو ساعات لما تشوفها باب عينيك ما عادش تشك، أنت حر. فإنما الرؤية من بعيد ده علم يقيني لا يشك فيه، وعند الاقتراب مع وقبل الموت الأحمر من باب حق بتاع حق اليقين. وإلى سورة في واحد سماها سورة عدوى الاستهلاك أو المرض الاستهلاكي، أول سورة إيه؟ ألهاكم التكاثر. كل واحد عايز يملك أجهزة أكثر من اللي جنبه، حتى زرته حتى يبني قبر أحلى شوية من القبر الثاني، حتى داخل القبور يتكاثرون بالدنيا. بناء القبر ده جزء من الدنيا بس مش حرام. ولفقهاء المالكية كلام فيه: إذا كنت تملك الأرض وتعمل حتى قبة جائز. وقد نقلت فتوى بهذا عن أحد علماء المالكية في ليبيا وعلقت عليها وديتها الواحد في دار كذا فأعطاها للمصححين الوهابية فأضعوها عمدا، ولم يبق في ليبيا حجر على حجر من المدارس والمكتبات والزوايا القديمة، مع أنه جائز، جائز في حكم الشريعة. أقصر الطرق، هو لا عارف الطرق حتى يقول لك إلا قصير وطويل. أنا أشرح كلام بس لغة مصطلحة. ماشي؟ ماشي. وبعدين بقى ما وصل الكلام حتى قال: وأنت تعرف أن مذهب أهل الحق أن الرؤية سواء كانت متعلقة بالألوان أو غيرها أمر، ده التفسير الأشعري للمدركات الحسية، إن الإنسان يفعل، نعم يفعل ويؤثر، ولكن بقدرة مخلوقة. القدرة المخلوقة لحظة تخليق برضو للجوهر فرد نبض بعد نبض، يخلق الله لك قدرتك لحظة بعد لحظة وتفعل بها ما تشاء
ولذلك الإمام الغزالي يسخر زي سقراط، سقراطية، يقول لو جئت لزعيم الأشاعرة وقلت له إن ابنك قطعت رقبته يشك أنه مات؟ أظن مش معقول. ما دام تجيبه برأس ابنه يبقى لسه عايز الواد يجي زي سيدنا يعقوب قال يأتني بهم جميعا. طب هو كان شايف فعلا إن هيجوا كلهم وجوم كلهم. أول ما اتحركت القافلة إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، لولا أن تنسبوني إلى الفند وهو ضعف العقل. ولكن لما وتنهم يتهمون برضو بالفند لغاية ما سيدنا يوسف اذهبوا بقميصها، فلما ألقي على وجهه ارتد بصير. قالوا ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. كل حال الرؤية مذهبهم من الرؤية دي برضو بخلق الله والمرئي بخلق الله، وده اسمه الخلق المتجدد الجديد. بل هم في لبس من خلق جديد، ما صعب فهمها، ملتبسة شوي. إنما هل يشك أنه بس بقدرة مخلوقة لحظة بعد لحظة، وبالذمة ده مش أقرب إلى الارتباط بالله عز وجل؟ إن كل شيء منوط بإرادته لحظة بعد لحظة. وهذا اللبس من خلق جديد ليه؟ لأنه يبدو متصلا زي الشاي بالبراد، أو في الختم المتصل ده بين البسبوس، يقول عليه المصريين بسبوس، وبين الكوباية. لكن هو في الحقيقة مش متصل، هي نقاط متجاورة. وهكذا كل حواليه سيال دائم من الرحمة الإلهية يبدو لك ثابتا زي العمود، وهو يتجدد لحظة بعد لحظة. أيها أقرب إلى تعظيم الله، كلام الأشاعرة ولا كلام المعتزلة؟ هو خلو واداله كارت بلانش. عارف كارت بلانش؟ بلانش دي يعني ست مسيحية إنجليزية الله أعلم، وبتاخد تصريح دائم تخش بيه أي، يقول لك كارت بلانش ال 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 ايه بتاع البطاقة أو البيضاء أو تصريح تخش بيه أي حتة. بل لحظة بعد لحظة. هو ذا المثل، أنت جدير بالعلم بأن تفسيرنا لوجود الأشياء وإدراكها كل من الوجود والمعرفة كلاهما يمنح لحظة بعد لحظة. يا شيخ الأقصر، أن الرؤية كانت بلا ألوان أو بغيرها، سواء كانت كلها بخلق الله، يعني بخلق الله المتجدد لحظة بعد لحظة، بخلق الله في الحي يعني في الكائن الحي المدرك على وفق مشيئته سبحانه، ولا يشترط ضوء ولا مقابلة ولا غيره. يعني لا، دي شروط صحيحة ولكن عادية من قبيل العادة، ليس شروط ضرورية بحيث تتبع في كل رؤية، وإلا رؤية الله في الآخرة عايزة مقابلة وعايزة مسافة. وهل بينك وبين ربك مسافة؟ لا، ليس هناك مسافة، والقرب والبعد معنوي، والمواجهة وعدم المواجهة مش شرط. واضح؟ هذه الرؤية في الآخرة. أما المعتزلة يقول بمحالة مستحيلة، لأن هذه شروط عقلية لابد من المواجهة بين الرأي والمرئي، والمسافة تكون معقولة وما فيش حاجب في الوسط وكده، وجود المقتضي وانتفاء المانع.
هذه المقيدين بقيود العادة، أما الأحرار الأشاعرة فيرون ذلك معلقا بإرادته. فصلى الله على سيدنا محمد.